شكرا 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 الله فيكم بارك الله فيكم شكرا شكرا لاباس عليكم صافا الامور لاباس دار لاباس العائله لاباس ان شاء الله ديما في صحه جيده الله يليكم وحشه عايشك يرحم والديكم بارك الله فيكم عايشك عايش خويا عايشك عايش خويا أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفي قلبك. خلينا نطلقوا عنوان على هذا البرنامج أصبح البرنامج رقم واحد في تونس الحقيقة معنا تماغير رقم واحد في تونس ولم يكن صدفة الحقيقة معناتها باش يكون برنامج رقم واحد في تونس إلا التوانسة ما يجملوش وحتى الجزائرية أشقائنا ما يجملوش والمغاربة والليبية وأشقائنا العرب ما يجملوش يفهموا في القيمة معناتها وزدت فهمت القيمة الحقيقة كي خرجت لفرنسا وعرضوني برشا جزائرية ومغاربة وجالية اللي تعيش لبرا واحد يتبعوا لحظة بلحظة في البرنامج هذايا يتبعوا في الديتايل كل إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى الانتظارات إن شاء الله ديما مشرفينكم وإن شاء الله ديما رافعين الراس وإن شاء الله ديما مونسينكم والله شيء يفرح اللقب فرحان من عروس قلبي فرحان فرحان من عروس قلبي أني نكون رقم واحد في تونس والله خدمت عليه كلت والله رقم واحد في تونس أنا اليوم رقم واحد في تونس نبي ودين تم ناس تو يحبوني يحبوني هيا رقم واحد في تونس وهذوما اللي يحبوني أكثر رقم واحد في تونس يا رضيت الله الوالدين يا سير فدكو إن شاء الله ربي يحب فينا خلقه يرحم والديك صح يرحم والديك يا بيه يفضلكم ينصير إن شاء الله ديما ملمومين في الخير إن شاء الله ربي يجريه على صداح إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض وإن شاء الله ربي يفرح القلوب اللي تتفرج فينا الكل وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم ويعطيكم ما تمنيه. قبل ما نبدأ الحلقة متاع الليلة يلزمني نحكي في موضوع مهم جدا يهم التوانسة الكل وخاصة التوانسة اللي يعيشوا في فرنسا ركزوا معي كلموا بعضكم التوانسة الكل اللي تعيشوا في فرنسا من مارسي لنيس لنونت لباريس الكل كلموا بعضكم لأنه مش تحكي على حدث وطني كبير برشا يهمنا التوانسة الكل باش يصير يوم 19 مارس ليلة عيد الاستقلال يوم 19 مارس على غالب أنا في ميلان وقتها تمنيت أن يكون حاضر في حدث عظيم برشا 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 باش يصير في بلاس اسمه اليونسكو مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة معناتها الإسباس الساعة عالمي باش يكون تقريبا حاضر 50 سفير في الإسباس هذا اسمه الإسباس هذا الواش والحفلة هذه شنية الحفلة هذه باش تغنيها الفنانة الكبيرة أمينة فخت وانتم تخيلوا يوم 19 مارس أمينة فاخت باش تكون حاضرة في اليونسكو وسط 50 سفير ونحب اليونسكو كله معبي بالتوانسة علاش؟ ها باش نقول لكم عليه والمغاربة والجزائرية باش نقول لكم علاش؟ لأنه النهار هذاك هو التعريف بالثقافة التونسية والسياحة التونسية والموروث التونسي والدولة التونسية والشعب التونسي والحب التونسي النهار هذاك نهار عظيم يلزم نكونوا حاضرين لأنه كل المداخيل باش تمشي للجمعية والجمعية هذه الجمعية هذه للتنمية المشتركة والتضامن هذه الجمعية باش يشريوا كراسي للناس المقعدين إن شاء الله ربي يفرج عليهم دوك نداء للتوانسة الكل باش تعطيكم نمرو تليفون باش تحضروا الأمينة فاخت في اليونسكو باش تعرفوا بتونس هزوا الدربوات هزوا الدنيا الكل حفلة باش تكون عالمية واستثنائية تقريبا 20 تلفزة في العالم باش تعداها أي هو رقم التليفون ومولى التليفون هذي الرقم هذي لا يرقد لا ليل لا نهار اطلبوه تو ريزيرفيو تو مين ما كنتو باش نهار 19 نعملو كومبلي ونشرفو تونس ونعرفو بتونس وتحيا تونس زغريتا هو النمر اطلبوا للصباح هو النمر اطلب 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 للصباح
عائلتك كل تمشي وان شاء الله ربي جرى على سلاح. انت على خاطر رحله يا ربي العمل عليك في برنامج اسمه صفي قلبك كالعاده. طريقه المشاركه زالت نجم تكلمونا على 29 766 ألف، 29 766 ألف، ولا تجيونا على عين المكان نهج 6812 الشرقيه 1 تونس. مرحبا بكم. قول كلمة طيبة ولا اسكت. قول كلمة طيبة ولا اسكت. كالعسل اللي تبدأ تخرج فيه خليه عندك اسكت. تو زوز متعاركين تطلع انت في وسطهم تكبر في النفوس والله يعملها وشفت اسكت اسكت اسكت. كبر في الذنوب على كرايمك الويه اسكت. ابعد ابعد ابعد. حكيت هكا خاطر ثم ناس تكبر في النفوس. كان زوز اخوات تعاركوا يدخلوا بيناتهم اللهم ما عافينا ادعوا ان شاء الله ربي بعدهم علينا. والله راهي ثم ناس اختصاص خدمة مرضى اللهم ما عافينا. واحد شافوه مثلا ضعيف ولا عمل ريجيم مش تبارك الله شبيك اللطف شبيك تسليت اللطف الله واقسم بالله اللطف. كان شافوك مثلا بالعيمتك هكا تترعرع وليه يبدأ يعمل شبيك. والله 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 العظيم عندهم ميزان في عينيهم يوزنك 87 يكيل هيك بالضبط 87 توزنها يوزنوا يوزنوا. كان شافوك ناجح فهمني ولا يشقوا ما يعرفوش يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على سيدنا محمد اللطف ربي بعدهم خياني ومنيت عياتي نعملوهم في زون وحدهم هكا وحدهم. علاش نحكي في هذايا الوضعيه باش تجينا توا وضعية من نوع هذية معناتها مشاكل عائلية ونادرة الحكاية هذية عمرها ما صارت. المرأة اللي جاية توا نادرة. نستقبلوا مدام أمال. مرحبا بيك مدام أمال. كيف عايشك؟ تفضل ارتاح.
السلام. زرت البركة وبيك عايشك. أمل هي مجموعة الأمل. أي يا ربي محليها اسمك أمل. أمل شكون سمك أمل؟ أمي الله يحفظها عايشة الوالدة. أي إن شاء الله ربي يطول في عمرها. يعيشك عايش خويا. أي نتعرف عليك ومن بعد لا أمال من جيتنا؟ جيتكم من دوار هيشر. دوار هيشر تحية لدوار هيشر. مشيت دوار هيشر أنا. مشيت مرتين دوار هيشر. أي مرحبا بيك. عايشك يرحم والديك. باهي نتعرف عليك. عشت في عائلة قداش فيها أخوات؟ احنا ستة. ها؟ آه ثلاثة بنات ثلاثة أولاد. ثلاثة بنات وثلاثة أولاد. ثلاثة أولاد. أنت الكبيرة الصغيرة المتوسطة؟ أنا القبل الصغير. أنت القبل الصغير. راكشة في الوسط. عندها ملامح طفولية جميلة جدا. عايشك. عندها ملامح طيبة. عندها ملامح طيبة ولا تفهموا في ملامح طيبة ولا ملامح طيبة راه مش هكا هكا مش ملامح طيبة هكا هكا ملامح الزطل هكا تلقى واحد والله ليه تلقى واحد لا لا الله تلقى واحد نبيل عليه عامل هكا والله مرة قابلت واحد سمع لحدك باش ندخل الموضوع والله العظيم هو هكاك سبحان الله معناتها هو هكاك الشكل من هك اهلا بيك صاحبي فرح بيه هو ليه هو هك اهلا هك لاباس يعيشك قلت له عايشك بارك الله فيك والله صاحبي يضحك ويتبسم هو ليه هو هكاك حتى بدرس شبيك شبيك بدرس وجهه ملامحه هكاك انت ليه انت ملامح الطيبه على وجهك يعطيك الصحة عايشك سبحان الله يا خو بخاطر خواطر ثم ديزون ثم طاقة تمر بالطاقة يا انت تعدي طاقه ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله ديما هكا والمشاهدين تعدي في طاقه ايجابيه الحمد لله به انت الوسطاني اي انا قبل الاخر انت قبل الاخر كويتك قلنا ثلاثه اولاد وقلنا ثلاثه بنات اي الوالد عايش ولا لا متوفي الله يرحمه برحمته الواسعه عايشك قداش عنده اللي توفى عنده فوق العشرين سنه فوق العشرين سنه به قريت اي لنا سنه نوفيام نوفيام وبطلت ولا بطلوك؟ قريت لا 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 بطلت انا ما نحبش نقرا نحب نعمل كوافير يا بابا يا بابا على الفن يا بابا على الفن مغرومه بالحلاقه؟ ايه وعملت كوافير؟ ايه سنين عندي راه نحكي لك سنين اي سميلي شنو الفازات تاع العلاقه؟ ايه سيشوار ماكياج بروشينغ بروشينغ بالطبيعه اي بروشينغ جاي بروشينغ جاي ما قبل بروشينغ نعملوا ميزون بلير ولويت يا ربي لو ما عادش شكون تحب تقعد تحت الكاسك نصف ساعة وأربعة دراج العباد الكل فيسا 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 ما عادش الكاسك هذيك لا لا ما عادش ما حالي مستحفظة بهم صحيح سوفونير هذيك والضوافر تعمل فوزونغل لا لا ما نعملش أنا أنتيكا راه أنتيكا ما عندكمش لي فوزونغل لا لا نخدم واحد صندي هذوما الصندي طوخ خويتي شوفي قسم على ربي يا سيسا الظوافر مزيودين كل شيء مزيود الشوافر مركبين والله عزيز انا كيف الواقع صب طحنا في عصر شيء مركب عصر غير العصر اي هكا لا كل واحد ياخذ وقته راه اللي انا معاهم الشباب انا نحب الشباب ويعجبوني برشا ونشيخ عليهم نحب نسمعهم نحب نضحك معاهم خاطرهم نظاف توجيهم وقت ويتدربوا ويتعبوا ويجيبوا الطريق وحدهم راه. يا بنتي شو مدخلنا في الشوافر؟ تو كنا في الشوافر شو مدخلنا في الشباب؟ اي ما هو هذوما حاجات تاع الشباب. لا لا ما كي كل حاجه فيها مبالغه تولي ياسر. معناتها تو كي تقلعيهم الكل ما فهمتي باش نحكي لك راهو شيء راهو. قلعهم الكل تقعد. راهو حاجات كي تبدا طبيعيه. اي حاجه معروفه. ما احلاش كي منها. اي
اذا فات الحد انقلب على الضد. ما عليك نواصلوا تو احلاه نواصلوا. عملتي حلاق؟ اي قريت وخدمت اي في ان واحد بالطبيعه. نحن قبل في الثمانينات نقراو الحجامه ويلزمنا نعملوا تيوريك وبراتيك في الصالون. دخلت خدمت وبعديك حليت وحدي نخدم لاباس الحمد لله معروفه الحمد لله في حومتي. الحمد لله يا رب سمعتي طيبه والحمد لله, الحمد لله. نخدم ربي فوق الريحه. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. تزوجت؟ اي تزوجت. بهانا جاي للزواج. خواتك قراوش؟ قراو كيفي هكاكا. ما عندي خويا الصغير وصل للباك وعمل فورماسيون وحاسيلو دخل الدنيا بعضها الكل عملهم الكل مع بعض. باهي خواتك اللي اكبر منك قراو اكثر منك؟ لا لا قرينا محسوب كيف كيف. لاباس بس لا لا لاباس علينا الحمد لله. بابا كان ما ضاع حد. لا 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 الحمد امورنا واضحه الحمد لله يا ربي. باهي جيو لمرحله الزواج. اي فانا سنة تزوجت 29 سنة مكتوب ربي. عندك وليدات ولا؟ عندي بنوتة إن شاء الله ربي يحفظها يعيشك. إن شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى وإن شاء الله تفرح بولاد ولادها. يعيشك عيشك. شو اسمها أنا؟ نرمين. محلاها أمك قدش عمرها؟ 20 خذت لي الباك سنة. صلي وسلم على سيدنا محمد. أقرأ في مستير إن شاء الله ربي ينجحك يا سمحية مزيان ومحلاها ميمتك. محلاها باهي عيشك باهي. علاقتك بخواتك كيفاش كانت؟ لا لاباس علينا لاباس متفاهمين الحمد لله بالقدر زادة والحمد لله كل واحد شاد دارو الحمد لله يا ربي. انت جيتك هذه جاية غير طبيعية بالمرة. ايه راه مش تدوخو تو. ايه لا جاية لراجلها لا جاية فهمني ولا ما غير ما تبداو تنسنسوا كذا لا 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 جاية لحكاية أخرى باش تدوخو كي تبدا ثم أخت مش أخت إنسانة صالحة الحمد لله. هذه مرأة صالحة. أنا ذي رأي راهو عندي طول فيشة لهنا الحقيقة 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 في تونس ما ريتهاش برشا الوضعية هذه. باش تشوفوا باش تكتشفوا. باهي علاقتك بخواتك كانت علاقة طيبة؟ لاباس. شنو هي علاقتك بخوك الصغير؟ والله خويا أصغر مني على رؤوس بعضنا أنا أكبر منه قريت وقتها. كنت صعيبة معاه؟ لا لا صحاب برشا برشا. لا ما عندناش الصعوبة احنا في الدار. بابا يسبري برشا أمي مسالمة ما عندناش لا حزارة لا الصعوبة لا حتى شيء. نعبد الكل ماخذة ثنيتها وحدها محترمين رويحنا زادة الحمد لله. أوكي. بابا عاد فينا الثقة أمي كذلك خرجنا الحمد لله عرضنا نظيف قدام ونعم التربية والأخلاق ونعم التربية والأخلاق. ما عندناش حتى مشكلة في حياتنا والحمد لله. أنت اليوم خلينا نحرقوا مرحلة أنت اليوم مستدعية شكون تو تو؟ والله أنا جيت على خويا. أنت مستدعية أخوك سكيت شو اسمه؟ عادل. عادل احكي لي على اخوك عادل. مانيش نحرق لكم الفيلم سيداتي سادتي علاش مستدعي اخوها عادل. حلقه مثيره نحبهم الحلقات هذوما. اي تعرف علاش ونحبهم العباد اللي كيفك. الحمد لله خاطر تشبهوا لنا. يا خاطر لا 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 خاطر تشبهوا لنا خاطر هذوما هم تونس الحق. انتم التوانسه انتم التوانسه. عادل شنو اموره؟ شيطان شوي؟ اي شيطان شويه ولباس وصاحب جو وصاحب قاعده يحب الحاجه الباهيه المزيانه. ويلزم كون فيكون يلزم نعبد الكل تخلق له مع انه هو صغير وامي تحبه ومدلت ويلزم نعبد كل شيء تخلق له. بوغوس اي قرا قريناه في الليبر عمل فورماسيون مشى خذا قرض متياس خدم امورو 500. شنو خدم؟ عمل بيبلينات. اي هذي نحكي لك من عام ببليلات نحكي ولا 15-18 سنة التالي. اي هكاك في طنبقها وقتها يعني كتحليتي بحدة جامعة ولا بحدة ليسي تخدم ما شاء الله. أي. خدم هو بالقدي بالقدي كنا وقتها أما طموحاته أكثر. ببلينات كنا نمشيو بالذمة لكن انش حتى التليفون البورتابل ما فماش شكون عنده فيكس في الدار. اللي عنده فيكس في الدار الجيران الكل تتلم هذه باش تكلم خوها هذه من عارف شكون هذه من عارف شنو بالوقت ويبداو شادين الصف. حسره على التليفون الفيكس حسره. كان فهمني ولا جدي الله يرحمه كان عامل له صندوق. اي عملت له صندوق حتى تليفون فيكس وكنا رغم ذلك نسرقه في التليفون. اي بالمغرفه نحطه مغرفه في التليفون وستيلو زاده والله مغرفه ومسوك النوامر وكذا ونكلمه وفاتوره تجي مليون دون طو وبالصندوق وبالكوبة اللي يسرق يغلب لي حاحي والله عملناهم الكل والله ان شاء الله ربي يغفر ويسامح اقسم بالله التاكسيفون لا
داعي في ذكر كنا نعملوا خيط بتاع الصناره ونحطوا مياه كان الو صبا لاباس يجي مش تهبط وتعاود تنطرها وتعاود تهبط وتعاود تنطرها عملنا اشياء يندلها الجبين ان شاء الله ربي يغفر ويسامح شباب والله عامله كيفنا ملاذي تضحك والله اي واحد حكر وعامل في العمر هذاك عملوا حكر عملنا الكل علاش انا نقول لك ملومش على الشباب خاطر لعبت الكل في كل مرحله عملنا برشا حاجات ضحك وتفديك حتى هما جايهم نهار باش يوليو كيفنا ويضحكوا علي بعد دخل علينا البورتابل راهو حاجه عظيمه حاجه كاك خورتنا كنت نتذكر اول ما طلع البورتابل كان ثم فازات نتاع الضمار يعمل لك ابيلو نابسونس حاجه فهمني يعمل لك ابيلو نابسونس في قص معناتها كان شيء كبير وكنا نلعبوا بك السيربون 33 ديسك السيربون يعمل دخل منا وخرج منا السيربون مشى منا وما مستويت ويلو ذيلو وياكل ذيلو صارت معناتها تطورت الدنيا فري فاير وجو تطورت باهي خوك كان كيما قلت راسه صحيح شويه ياسر صحيح كنت فيكو وبالطبيعه اخواتي معرسين انا قطعت في الدار مازلت ما عرستش كل شيء موفر له اللي يحبوا نعطيه قريت العش يحكم اعطيه له كل شيء يحكم قريته انا هي قريته انا هي كي جاب الماتريال الاول شريتهم له الكل ربي يبارك لك وبعديك مشى عمل فورماسيون عطاته القرض خدم لاباس خدم اما هو مخه في الاوروب يحب يا الفارج. بابا دخلنا الريجستر وراه يخدم بس عليه هكا وقال لي نمشي يا اخي حل حانوت في باردو يخدم لاباس عليه اخي نهار جيت قال لامي قال لي اسمعني انت هكا امي بحذاك رد بالك عليها قلت له امي عليه وين ماشي ليه قال لك كي كنوصي وهو قصد ربي ما حبش يقول خل نقعد ماما حل اللعب مغاتي حانوت شنو اللي حلو؟ بيبلينات ياخو قرض عطاته ماتريال كامل اي كامل في وقت مشيت الامور ليه تمشي لباس عليه يخدم هو ابارامون حب اموره من البيبلينات اي لباس عليه تم بس اي تم نعم يا اخي جاي سلم قعدنا بهتين شبيه هكاك هكا هاو اذنته هو مشى يبيع الماتريال هاي طفله معاه عملت معاه فورماسيون الماتريال بخمسة ملايين قال لها تاخذ فيه مليون وتهز بالطبيعه باش تقول له ليه ماتريال بخمسة ملايين باش تقول له ليه بعد قداش من اللي حل بيبلينات يمكن عامين هكاك شوي اي باه يعمل هكايا ويهز لاك المليون ويطير قد نهارين هو يغيب هكاك نهارين ما فماش ريحته اذا نحكي لك كي غير كي بدا البورتابل مازالت العباد ما عندهمش فما كان فيكس بعديك كلمنا فجاه انا هاني راني في ايطاليا يا ولدي يهديك ربي لحظه حرق اي عمره 25 سنه لقيت اخته كيفاش قالت اي معناتها جو اي حرق اي ليه اي معناتها ما هذاك مخوش يحب هو حرق لايطاليا حرق لايطاليا ما علمكمش علمناش قال لك هو في البحر والباتو بدا يدخل له الماء وهو وليد ولا يوقف التاكسي التاكسي على ما دخل بعض وخاطر البحر باش يغرق له الباتو وهو تلفت هكايا غزر لغزر تاكسي تاكسي يوقف في تاكسي شكون؟ خويا احنا بلاي في السوري لا لا برامون مضبع شوي المرأة مضبع ضاربة شوي لحظة عاود لي الحكاية يا شختي ما خويا كي في البحر خوك في البحر في وسط قريب يوصل اي قريب يوصل ها يمكن نرزن بهم الباتو تخلي لهم الماء يمكن قارب صغير تخلي لهم الماء خافوا هو ولد خالي خافوا ولد خالي ولا حشاكم يندب في وجهه يندب ولد خالي وهو ولا يوقف التاكسيات يوقف التاكسي في وسط مش هذه مش بالخوف بالك من ليه دخل بعد يوقف التاكسي في الماء دا يوقف التاكسي في الماء باش ياخذ التاكسي ماما الدنيا عاطية خيرها راه لا ما فماش والله الدنيا عاطية خيرها هكا راه واني في ليه واحد يوقف في تاكسي في الماء اي تاكسي
نو معليش عرف روحه سايين نهاية قرب نهاية صحيح. يمكن وقف ومخ وقف على التفكير ساي ما عاش مبرمج هاي قالك ساي صغير وروح مش ولا ويوقفوا التاكسي. والله ضحكتني والله ضحكتني فكرتني في واحد الأصدقاء مرة سهر برشا قاعد يطالع ليلة كاملة يطالع ايه يقرا على روحه فهمتي ولا ايه الأربعة بتاع الصباح يطالع ايه يا راهو طالع راهو طالع طالع لاني ما عادش على ما هو طالع وقف تاكسي اقسم بالله العظيم عملك تاكسي تاكسي مانيش حد يتكلم كان بالهوا خارج تاكسي وقفت التاكسي تو هذه التاكسي لاني راه والله كيف نحكي حل الباب قالوا التاكسي حل الباب فهمني في عوضي يقعد على الكرسي قعد على المادة عمرك قعد على المادة قعد على المادة قال له لا وين أخويا والله قلت لك الباب باب حل الباب الساعة حلو بالخلافك خويا قال له لا وين وقعد التاكسي طلع اش قال له الله يبارك سكر الباب خلاه يمشي عاد انت خوك يوقف التاكسيات في عباب البحر تسمى في عباب البحر اه صاي امشيوا شويه زيت مشيت وكملوها عو عمره 25 شباب قال لك من الصباح لظلمه الدنيا وهما يعوموا بركل فهمت مازالوا شباب ما توا ما عادش شباب صاي كاو كل وقت وقته ها كل وقت يا خويا جات باللطف ومن الطف الله ليه جاتوا باللطف قال إيه؟ فما قدامنا شكون وعلاش هما هبلوا خاطر يمكن فما شكون غرق شعمل كي وصل لايطاليا اخدم لابس عليه خويا شلويش راه يدخل روحه لا اول ما وصل كيفاش تصرف قال لك بتنا لبرا بلاش اوراق بتبيع القاش تاكسي في كياس شو على ساقيهم ياك هاو بيتوا لبرا مرمدوا خدموا في النوار بالطبيعه ما يخدموهمش خدموا زاد في السواني لبرا وبيتوا هكا الحق قد روح امور واضحه شيخ عامل بانكي فرحان ليه فرحان يكلم فينا قال لك هاك البلاد ولا ترجع اي كي هي احنا فدلكنا وضحكنا اما راهو مساله مخطره برشا الحرق خطر ريسك ثم ناس الله يرحمهم برحمته الواسعه كامل حوت اي بالطبيعه ثم ناس تو مفقودين ثم عائله تو مجمورين اي حاجه معروفه احنا فدلكنا والله العظيم للبرنامج اقسم بالله عائلات التو 14 15 و20 سنه ما عندهم حتى فكره على وليداتهم مين تعرف وقت اللي على الاقل يكتشف اللي ولده مات ويشوف الجثه يبرد. على الاقل جمرته تطفى اما راهو مفقودين التو ما شجعوش على الشيء هذا حابين نجي نستفاد لكم شوي به خدم قداش قعد في ايطاليا 15 سنه 15 عام به طورت شي الامور كون شي ليلة يخدموا ياكلوا يشربوا شيخ وعامل جو اكاهو ما يبعثش بعد حاجه لا 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 كموتة. لا لا ما يبعث شيء ليه ما يبعث شيء نحن المهم يكلمنا لباس حي يرزق يخدم ما قالت امي متغطي شبعان دب راسه صحيت وهو راهو توا كيما كنت تحكي انت باش تحكي شويه انا على مساله الغربه وايطاليا وفرنسا وكذا راهو ما عادش كيما قبل المسوار ما عادش كيما قبل ثم ناس مثلا زهرت لهم ولا ثم ناس عنده نيفو فهمني ينجم يخدم ويصور 40 ميل اورو ولا 100 ميل اورو في الشهر وكذا وكانوا مقاول وكانوا كذا وعنده تاريخ اما باش تمشي ديريكت تلقى روحك تغرف في الفلوس بالباله ما عادش بالكل ما عادش فهمت معناتها الاوروب بدا فقت اول مكالمه بعد ما حرق بعد ما حق كلمنا جوست كدب ما وصل قال لامي هاني لاباس راني مشيت خاطر هو عملها قبل مرتين وامي تولي تبكي 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 يرجعوه قال لها المره الجايه راني كي نمشي خاطر انت كي تولي تبكي دموعك ترجعني ربي يمكن يقف فيها يشدوه للحاكم ويرجعوه المره الاخرى ما حبش يقولها قال يا ريتكي انت ما في بالكش وما بكيتش هاني وصلت اي تطورت الاحداث تعرفش على طليانية تعرفش على أتعرف على واحدة هو ليه هو مش في إيطاليا هو مشي لألمانيا لألمانيا تعرف على ألمانية وبلجيكيا أي ذولي بلجيكية بلجيكية مكتوب ربي مكتوب ربي خذها لا مهام هما ناويين جاب طفلة صغرونة
ولوين باش لحظة هاد أختي تي لحظة هاد أختي تي لحظة تي أنا أقول لك ما فهمتكش يا أختي أي تعرف على واحدة أي أما ما عرسوش ناويين باش يكتبوا كونترا مكتوب ربي أي هيكا جابوا بنية جابوا بنية أي على أساس باش يكتبوا صديق يا أخي أمها قتلها ما تاخذش التوانسة العرب غدارة شكون هذه؟ أم البلجيكية أي شقلت لها بربي؟ العرب غدارة يحبوا يورقوا العرب علينا نحن؟ قتلها ليه ما تاخذوش هي الحق حبت عليه شوف شوف خلينا نفسرلك حاجة تم شكون يعرس يستغل في الأجانب الأجنبيات تم شكون أنا ريت مرة على الفيسبوك والله العظيم ريت واحد معرس بعض فمني يقول ليه كتب جوتين بيبي عمرها 89 والله العظيم قلت لك أقسم بالله مع أنك هكا وحاطت جوتين بيبي هذه كايكة بينا عادة هذه الحب لا يعرف السن ما عادش تحكي لي حب لا يرى الشمس هذيك هي الساعة ما عندها حتى كعبة مش موضوعنا ذي هي ليه طو هو نوارة 30 سنة راكش مع واحدة 80 سنة وجوتين بيبي ومن غيرك ما نجيش نعيش رايق اسمعني وثم شكون يستغل في الأجنبيات خطره حرام زاد يستغل فيها على الأوراق وعلى كذا فهمت وثم زاد من غادي شكون يستغل في أولادنا تجنية زادة تجنية أخي ما نفهموش أقسم بالله يا عنا سلعة في تونس تاع رجال والله ورحمة أمي رجال رجال قعقع والله والله العظيم الاستغلال من غادي الاستغلال من أختي أي كذب على ربي فما أخوي زواج عن حب أنا نعرف 50,000 قصة تاع زواج تونسي بأجنبية ألمانية فرنسوية أجنبي أقسم بالله ولا أجنبي بتونسية أقسم بالله العظيم ناجحة وفيهم الخير كذب على ربي حرام هذا موجود وهذا موجود وربي يهنيهم به ما تزوجش به البلجيكي يا أخي في الوقت هذاك هو يدور فيها وشدوه الحاكم يلقوه بلاش وراق ونحن الحاكم نحن التوانسة عندهم قانون قال لك كي يلقوا تونسي التوانسة يقولوا لك جيبوهونا رجعونا ولدنا الجزيرية والمغاربة يقول لك ليه ما تجيبوهناش أموركم دبروا روسكم أما التوانسة يقولوا لك هاتوا هو كي شدوه قال لهم مغربي ضرب 4 سنين على فرد جنبه ورابطينه في الحبس وما حبش يكلمنا وما حبش يقول لنا هو وين أمي وقتها سايي زعما ماتت أم لحظة في الحبس يكلم فيكم ولا لا ما يتكلمش خاطر كان مش يتكلم الحبس 4 سنين عرفتوا اللي هو في الحبس ولا ما عرفتوش ما عرفناش احنا سخيلوه مات به 4 سنين ما كلمناش على فرد جنب أمي مرضت على ما كلمكم ما هو خاطر كيمش يتكلم هما يعطيو فيهم يتكلموا في الحبس أما هو كيقول ألو يطلب تونس يعني أنت تونسي أي أرجع لبلادكم دوك خوك ما قالش اللي هو تونسي لا ما قالش قعدوا هكاكا في جرته يبتتوا فيه وهو رامي القاتلة ياك هاو للي احنا يا سيدي فك الوقت هذاك أمي مرضت وين أمي كي تجرى لها حاجة أنا نولي في بابري وسط السجن اي ما يفدلكش ما يعطيهاش لا يا خويا ما يعطيكش جنب جمله رخص في الغربه هو قط برشا حتى كي جي باقي ما ماضي جنب ليه ماضي ليه ماضي ماضي هو ما شاء الله عليه الدنيا راهي بركه عطاته ظهرها وكا هو ما هو وين ما تحطه تلقاه يقدك البلاصه فدلك صاحب جو ومروه الاربع سنين تخلبستوا دخلتوا بعضكم امي قريب تجلطت امي ولا فمها يتعوج جات للطبيب قالوا بدوين جلطه يا اخي قالت لي ما فيش حد معطاكم معلومه لا ما عطانا حتى حد عندي هكا عباد نعرفهم في المانيا قلت لهم اسالوا لي عليهم سالوا قالت لك ما عرفنا قال لك طلعت لنا 100,000 ليست عاد الورتاني منين منهم هذا عاد الورتاني قعدنا فاكل الواحد قالت لهم يتهزني العلي هزيتها امي قالت لي ما فيش تهزني يا امي سايبه علينا يا امي قالت لي تهزني عند الحق تهزني ولدي وينه حتى به خلي يقولوا لي مات ونبرد مشينا نهارتها اخي عاد في الليل تطلب في ربي يا ربي يا ربي سمعني صوت ولدي مشينا العلي
ودجا لقيناه وقعدنا مع صحفية ودجا هو يمشي ويجي ويحكي مع أمي حاجة الحق فرحان بها مرأة كبيرة مش غريبة عليها علي. اي هيك ها يا أخي قتلنا هذا باش نعيطوا لكم باش تجيبونا تصاور ونجيبوه ونشوفوه به اي ربي والمعبود الويلتين و... وجاني راجل دق علي الباب ايه انتي فلينة قلت له وي تفضل عندك خوك في الخارج انا تفجعت قلت سيئ ماتوا هذا يجيب شي يجيب خبر اطفالي قلت له ايه عندي وانتي منين تعرفه قال لي راهو ويش نقول لك راهو ما عندوش تليفوناتكم وما يعرفش التليفونات انا هاني نعرفه بارازار قد قلت له راني نسكن قريب للدور هيشر قال له كان تعمل عليا مزيه تمشي براسها الفلانيه وتلقى اختي اعطيها النومرو نتاعي باش تطلبني الحق انا ما صدقتوش الراجل قلت هذا جايب هنا بالسياسه وكمات وكاهو باش ما يفجعنيش قلت له هات لي التليفون ترى طلبت الحق ما صدقتوش اما ديريكت مشيت هزيت البورتابل وطلبت قال لي الو ولدي امي طاحت داخل بالعمل قال لها الو ميم يا خويا قال توك نطلب في ربي ليلتين هاوين وربي ما خلانيش لا نمشي هكا ولدي كلمني قال لها يا امي راني 4 سنين على فرد جنب في الحبس وراني هاني توا خرجت ملي سايبوني ايسوا مني تعبتهم ايسوا مني قالوا له تير عطاوه مصروف وقالوا له برا امشي اسرح ديريكت جاك المهم فدوا منه فدوا منه ايه بدون مصروف هكا وحده فجاه قال والله فديت نحب نروح فد غربه اي قال هاو تغنت انا بعت الفلوس اما قبل ما نجي ايه بعت شي فلوس لا ما كانش يبعث هو بقى. هو شيخ مع مخه وكاو اش بعت شيخ مع مخه اي يلبس ياكل يشرب يحوس عمل لاصحابك ونحن مش طالبينه في حد شيء يا ولدي هات بركه كي يطلع لامي ما عندوش ثنيه اخرى خاطر شيخ مع مخه راهي لا ما عندوش ثنيه ها لا ما عندوش حد شيء فهمتيني ولا اي لا ما عندوش هكاك يحب يلبس اما هو الشروي يروي ثم الشروي يروي لا هو ما يحبش يجي لتونس فهمتيني فهمتك عنده مع الشروي يروي شنيا يعني هكاك شويه شرب شروي يروي ماما شرب شرب اي شروي يروي اي ولباس ويحب تفزعيك ويحب تفخفيخ وتحب البومبوم وكاهو عايش تونسي عايش هكا هو لا بعث ولا عمل حاجه في حياته باهي قرر فجأة نعمل نقطة اي تفضل ودودوك ودودوك نعملوا نقطة نفسه يبدي نفس قل يعمل ربي في بالك يعمل ربي في بالك هو قرر باش يروح اي وحده قرر باش لتونس نهائيا اي قال خليني نجي الزيني كبرت ووقتها قديش وقتاش هذي قرر قرر عمل 15 سنة كاملين غادي اي 4 سنين التالي 5 سنين خمسة سنين خمسة سنين التالي قرر باش يروح تونس نهائيا نهائيا عم قبل ما نروح يلزمني انا لم تفتو فاش بدي باش نجي سفره اليدين تحت الحيط كما مشيت معقول هكا يخدم ويبعث باسم اختي الكبيره هو عاطي الثقه اختي الكبيره عاقله وناس ملاح وطيبه فهم هي لمش حثيويله لم حثيويله لم حاجه في بالك في تونس الحثيويله قلت لك عندي حثيويله تحت راسي تنجم توصل حتى 100 مليون اي قديش حثيويله لم؟ قريب فات 150 مليون قلت لكمش حثيويله عنده حثيويله تحت راسه لم 150 مليون اي والله متشوق الراهل هذا اي لم 155 مليون وكها وقال تو باش نجي ما عنديش باسبور هنا ديما نقول حثيويله على العينين اي قال هاني ماشي لهم باش نقول ما يروحوا بيا ماكم تحبوا تعرفوا بلادي اسيدي هاني تونسي تفضلوا مشي لهم قال لهم تونسي يحكي معاكم هي جاني هاي روح بلادك تحبك قال لهم حتى انا راني ماشي لها هكا هو بعد ما لم الحثيويله قال لهم ماني تونسي ولو انه راه 150 مليون حكايه فارغه اليوم 50 الف اورو اي حكايه فارغه اي ندم حتى هو على الجاي باه هكا هو هو زاد حب يدبر البيه بتاع الطياره زاد كي قال لهم راني تونسي روحوا بيه اي اي قال لهم تونسي روحوا على الاقل خلصوهم زاد عجبني 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 هذا جابوه هكا هو جي فرحانين بيه هو الحق فرحان اما شنية تصدم في البلاد كيفاش تبدلت والعباد كيفاش تبدلت هو مشى كيفنا نحن نشدوا بابي مشوار نطيشوها دبو زمان نشربوا تلوح رانا عام قداش مشى هو عام قداش تفكرني مشى عام 2002 جي 5 سنين التالي 4 سنين التالي مشى عام 2002 جي
اي قاعده تطورت البلاد. اي قال شبيه وقال كيفاش تطورت؟ تطورت تبدلت الكياسات والعبيد قال لك تخدم في مخها ياسر كانت اطيب قبل. تخدم المخ تطورت اي ياسر تخدم في مخها و... والاناليزم ايه. والاناليزم قالوا بلادكم ياسر مسخه وياسر تلوحوا في القاع وش بكم هكايا وش بكم تحكي بصوت عالي انتوما؟ اي التطور الاخر باه وش بكم تحكي بصوت عالي يحكي بشويه هكا ايه. قعد مدة هكيكا قالك هو وين راني جيت باش نحب نعمل دار ونحب نعمل صغير و... ونقعد في بلادنا استقر واحدة بركة عجبته يا أخي نحات له فلوسه اشترى فلوسه ونحاتهم له هاي الماما هذه هي الماما ايه. اللي عجبته ايه اللي عجبته نحات له فلوسه يا ذو بيت نحب شركة نحب فردة نحب خاتمة أنا الله يبارككم ميراي تغسل ماكينتنا وقفت عندي قصة بتاع فكرون وفكرونا باش يمشيو يصيفوا طال نحكي لكم بعد طريفة جدا أمي ماكينتها تكسرت شري لها ماكينة أمي كذا أمي كذا ويجري ويكركر شري لحظة لحظة أمها ماكينتها تكسرت متاع الصابون أمي تتعب ما تجبتها هذي اللي نحات له اشترى فلوسه أي نحات له اشترى فلوسه هذي صارت على اشترى رجال تونس نحات له اشترى فلوسه أما أنا فقت بها قلت له سايبة علي قال لي ليش بيك أنت دورت غايرة منها قلتي لاني غايره منها لا شيء نحن نحبوك مادامك تغربت 15 سنه جاتو بالصلاه تيجاتو باللطف في ماكينه صابون انا نعرف واحد فهمني جاتو في اورديناتور جلديه جاتو جلديه الحمد لله وكلها المهم حل بوبلينات هو ما في الميدان هذاك وعنده حل بوبلينات اي حل بوبلينات اما توا ما عادش يخدم فيها هو ولا يحط فيها في الصناع العباد الكل تاكل فيه وخويا كي راه الطفله يهبل في مخه تقولش عليش نيارا بلا خص مزيانه وقاده اقعد انت انت هي المديره لهنا وما عادش يتلفت لها وهما يحطوا في المكتب ويضحك فرحان يا ولدي راهو ينحي لك في فلوس لا لا تكذبوا عليهم انتم انتم هكاك مشكلتكم انتم خاطر هما شباب هكا وانتم كبرتوا يا ولدي يهديك ربي يا ولدي يهديك ربي مشاها الحانوت الاولى والله والله العظيم هو الباهي والخايب في كل بر والله العظيم عندي صاحبي حل القهوه صدقني مشيت بحذايا نعمل في قهوة قال لي ريت يا جعفر قال لي الجيران هذا اللي شد القهوة يرحم الأم اللي جابته قلت له باهي قال لي والله باهي شنو باهي قال لي يسرق كان في مليون قلت له شنو قال لي ما يسرق كان في مليون قال لي والله اللي قبله يهز في 4-3 فهمني قال لي هذاك منظم مليون هذاك بتاعه وجو على مهنيني قال لي العام لا باش نقول لك راهو ثم 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 ناس اللطف يا خويا راهو اللي يخاف ولا حاصل هو على قلاق بوا لا لا على قلاق لو نية نية خويا نية تراه بقوس وعامل جو هكا لكن تتعدى عليه بالاخص كي راه المرأة تجبد له عرس دروشي اللي جبتهم انا قليلة يا اخي عندي مرت خويا الكبير عندها واحدة تقرب لها هي قد تحبش هذه هي قالها به شافتها شافوا عجبوا بعضهم تفاهموا تفاهمتوا دبر روسكم هكا هو عرس جاب بنوتة عرس هو وقت اللي باش يعرس وقتها مش يمكن قعدوا له في فلوس الربع مشاو الاخرين الكل فلوس مشات يدفع الله مكانها قعد شويه عمل بهم العرس اي وباش يعمل مشروع عمل مشروع باه قدم فيها هو ومرته مرته وين موجوده لهنا اي موجوده هاي مرته اهلا وسهلا مدام عسلامه عسلامه زهرت لها بركه مرته عايشك لبس عليك مرته زهرتنا الحمد لله شنو اسمك مدام الفه الفه اقعد بحذاها شو تسمى لوزتك هذه تسمى مرت خويا وانا لوزتها مرت خويا وانا لوزتها واقسم بالله عندي نكته تضحك والله على على الحمات واللوزة والله تضحك الا اذا كان ما ضحكتوش راكم مرضى برجولي الضحك والله يضحك قال لك ثم حمات عندها مرت ولدها كنا عندها مرت ولدها الحمات عندها مرت ولدها مرت ولدها طيبه الروز وجات لحماتها قالت لها اغزر يا حماتي اغزر اغزر قالت لها مرت ولدك الروز كيش طيبته كل كعبه وحدها قالت لها بنيتي انت عائله فرتها كيدك روز مش فر والله ضحك والله ضحك قالت لها يا بنيتي
آي 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 جون قلت لها تيتي عيلة فرتها خلي كيدك الروز تيتي خلي فرتي فرت انتوما العكس انتوما الله وحد عليك عايشك مرت خوك بجنبك كيفاش تعرفتي على المسيو به أنا سلفتي اللي هي تو خاطر قريبتي شوي كلمتني قالت لي ألفا راه فما شكون أنا وقتها فما شكون جاي باش يخطبني ألفا فما شكون راه سلفي هكا وهكا وراك أنا ما نعرفوش الحق نتاع ربي وعائلتهم الكل يقربونا شوي أما ما نعرفهمش ما تعرفهم من بعيد ما نعرفهمش جملة نعرف كان سلفتي قالت لي راه هكا وهكا وهكا أنا الحق من الأول ما هانيش شاهية عاودت طلبتني مرت ولد عمي المهم عطاتو نمروي قلت له تعرفش كيفاش عطيه نمروي انا من الاخر مانيش باش نعمل عطيه نمروي مانيش بالحق انت ما والله ما عرفش ربي هو مكتوب راه كلمني انا وقتها هزيت امي للطبيب وباش نروح للبلاد نروح للكيف كلمني قال لي نتقابلو قلت له تعرفش كيفاش خلي الجمعه الجاي وانا الجمعه ذيك مروحه معناها باش نطفيه ونروح طفيه ونروح الله الله رجع لسلفتي هي تو قال لها راه هكا عاودوا كلموني يمشي تقابلته قبل ما نروح ليش؟ لما حال عجبني أنا كشفت عتصاير على الفيسبوك ما عجبنيش لا على الفيسبوك ما عجبش بليد ولا ما عارش كيفاش حسيته ما عارش كيفاش ما عجبنيش ليلة خواطر سبحان الله ساعات تلقاها على الفيسبوك تقولها هاي كي تعرضك في حسيله هاي واصل والله والله راي بقاسي يا ولدي ركزوا يا ولدي ركزوا والله العظيم هاو على الفيسبوك ما عجبهاش في الدنيا عجبها فهمت واصل ايه هي تعرفت عليه ما بقيناش برشا انا تعرفت عليه في سبتمبر تخطبنا 13 جانفي سبتمبر شهر. اكتوبر نوفمبر ديسمبر ليه جاف تعرفت عليه في ديسمبر سامحني ديسمبر عرسنا جانفي شهر هو مزروب ولا انت هو مزروب انا مش مزروب باه تخطبنا في جانفي باهي مش خايب معايا كابابلي شنو الميزات اللي فيه باهي حنين يودك بالحاجة مثلا حتى شيء بلاصة ما تعرفهاش يهزك ليها ووقتها مازلت عنده الكرم مازال شوية فلوس عمي أنا خلطت على الآخر معنا عطش ليلة صحيح كملوهم الجميع كملوهم 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 خلوا له كريم في بالك بالماضي متاعه هو حكي لي ايه وفي بالك اللي ثم واحدة معتها لمت الملمة واللي ثمه حكي لي كيفاش ما كان صابون هاي شاركة عند رشنوة قلت له ربي معك انا ماذي نحكم فيه وانت ماذيك تحكم فيه المهم الحاضر طب كانت سهار يصرف يصرف يخرج لا يصرف هو يحب الماكله الباهيه واللبسه الباهيه والقعده الباهيه وكي اي على العباد معاه ولا يصرف على روحه يصرف لا على روحه وعلى العباد معاه يصرف يصرف عليك هو قعدتهم واصحابه كيهزهم وقت يدب مجام الخارج العباد الكل هبطت عليه جي 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 يعبيهم في الكرهبه الكل ويهزهم يسهروا للصباح هكا يقعدوا في منعرشني طالعوا قال لك يصب يطالعوا وياخذوا هكا الجازوز هذاك هكا هذاك تاع المطالعه هكا القوي هكا هكا ضربه ضربه عندي ولد اخته يقول يا ولدي ما تخلصش الكتب اللي ياخذوهم ساك الكتاب ساك هذاك يقول له ما تخلصش على الناس الكل خلي كل واحد يخلص على روحه يقول له ليه طاولة الكل ويزيد يغزل للسلام يخلص المكتبة الكل المكتبة الكل ويقول للكتباجي هذوك الطواول هذوك الكل انا خلصها يخلص حتى المكتبات العموميه اللي بجنبه يخلصهم يخلصهم هو حنين لا محاله ومره جاني للدار وهو مازال ما عرسش جارتي تسيق قبل الليل جارتي خاطر انا على كياس رئيسي ما تحبش تخرج تسيق في الليل مع نص الليل قال شتاء وهي قامت تسيق كي وقف الكهرباء مشى مد لها 5000 قلت له اخويا شو بالو تطلب قال لي واو دنيا قديش خايبه في تونس امراه تخدم على ولادها نص الليل وتسيق في الكياس قلت له وين قال لي بجنبك يا غالبتك راهي دارها قال لي هاني عطيتها 5000 خذيتها قال لي رجعتها قالت لي سامحني اخويا ليه راهي داري راهي داري راهي داري ماني نضحك قال انا غاضتني مرات انا قال كي نخرج نلقى مراه في الكياس تكنس انا نروح مريض اي هو وقت اللي بدل المراه اللي تسيق في دارها قدام الدار هو وقتها مروح من المكتبه المرأة. هو مروح من المكتبه وقتها ولا ما اي مروح من المكتبه ما طلعش برشا ليلتها ما طلعش برشا عمل قصه قصيره ليلتها قصه قصيره وروح خذي قصة من المكتبة قراها هكا فيسع فيسع وروح في بالكم اللي هي طريفة أمان تفهم في اللي كود واحد تقريبا قداش من كتاب يطالع حسب رأيك لا هو كي يبدا مطالعة كتاب بركة كي يبدا برشا نقول لك وكل مكتبة الكل يهبطها
ياسر يطالع خويا متثقف فوق اللازم. وكي طالع زوجك يولي عنيف ولا الزوج؟ لا كي عرفته في اللول حتى كي يبدا بالمطالعه شفت خطره واش لا لا نعرف هي. حتى كي انا بون انا نعرف انا طالع قدامك لا لا قدامي لا اما كي يكلمني نحسه شو يتحس وحتى كي كان عنده الفلوس وكي طالع وهي معاه يجي يبدا عامل جو الضحك وتفدلي كل لعب ما عرفتي طالع بالسرقه عليك بالسرقه علي ولا في بالك اللي هو ماشي طالع ويقول لك لا لا احنا كي نمشي وقتها ساعات سيدي بوسعيد حبس الكهربه ون يمشي ياخذ المطالعة لا كي يبدا موش انا ما فقتش بيا كي نبدو حاجة هكا يدخلني معاه كي يبدا مش يشري الحاجة هذيك انا ما فقتش ابقى في الكهرباء اني جاي باش نشري حاجات للمكتبة ديال البوبلينات ما جيبو اندمجت في المكتبة للبوبلينات انا مش في بالي ياخذ فيك الحاجات هذيك الاكسسوارات ما مشيش لبالي كل ما نخرج يتعدى على مصدومة انت توا مصدوم مش مصدوم والله والله لا انا صحيح نعترف خذيته اللي هو يشرب صحيح أما... لما قلنا مش نعود هو يطالع خذ قلت لك عواش طالع اي تفضل سامح اما مش في خذيته هو يطالع مش في بالي باش يتبدل ما مشيش لبالي انه هو مش يتبدل معايا انا معناه مش في بالي باش ينحى الحاجه هذيك بشوي بشوي كي الفلوس نقصت ولات المطالعه اكثر ولا ولا فما الفاظ خايبه وعنف صحيت صحيت الكذب على ربي حرام هي وليا وهذاك اخويا به انت اخوك وانت زوجك انت مستدعي اخوك مستدعي اخويا على برشا ما ريناهوش ما فماش ريحته اي به مدام تزوجته عرسنا في الصيف هذيك بون تخطبنا في جان في عرسنا في سبتمبر سبتمبر نفس ال باهي تفضل كلمة لي احكي لي شنو الزواج كيفاش كان؟ عرسنا هو وقتها هو ودارهم ماهمش بالضبط حبيت انا نعملوا ليلة لنا وليلة في دارنا في الكيف قال لي لي وما عندي شكون يقف لي وقتها كي بدات تيح بيه بدا تحس يحس العباد الكل ولد اعداء وانت تضحك علي وانت ندرشني قال لي نعملوا في داركم عملنا ليلة في دار جاوا دارهم ما خلوش وحده جاوا الكل كراو كراب وجو حضروا العرس عملنا ليله واحده روحنا جينا هنا لدوار هشر كرينا برطمانات عايشين لاباس حسيت انا الفلوس بدات تطيح بون هو الوقت هذاك الكل مازال به معاه قلت له تعرفش كيفاش عادل هي كي تخطبنا فتك بالحديث كي تخطبنا حل علي انا حليتوا مدجنا؟ اه حلينا مدجنا في التضامن خدمت فيه انا ما حبيتش تمشي اها انا نهزها منها ما حبتش عملت مجهودي الكل ما نعرفش علاش وجينا احنا خاطر هما ما نعرفش ولاد حومه غادي ما يحبوش يكون براني يجي عندهم المهم ما حبتش تمشي روحت انا وقتها في الصيف بقى فيه هو بريود ما مشيتش سكرها به ولت السلعه اللي يجيبها تبيت السلعه ما مشيتش سكرها بقاتش البوبلينات في الصيف زاد تحت بيع على الاخر مشيت البوبلينات وهو معناها مش حتى كي تحت الفلوس منقص انا من المصروف ونقص لا هو نفس النيفو نتاع المكتبه والمصروف وكل شيء ما حبش يجي فهمتك عرسنا عرسنا احنا في سبتمبر بقيت شهر لي اقل من شهر قلت له انا مش نمشي ندبر خدمه اي مشيت نفركس في المعامل هكا هكا بقيت معمل دخلت نخدم انا دخلت وقتها نخدم وهو قال لي باش نبيع الكهرباء خاطر هو وقتها يفركس في خدمه زايده وما عندوش صنعه خاطر عنده كالبوبلينات بوبلينات يلزمها فلوس ما عندوش هك الصنعه هكا اي حاجه يعدي بها روحه ما ينجمش انا كي خذيته انا راهو في ال 44 مش صغير هيك معرس خدمت انا من بعد تحت انا مريضه شهر خدمت انا عندي المراره مانيش فايقه بها قبل قاعده تجيني كريزات 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 هزني وقتها للرابطة ظهرت مرارة رقدت في السبيطار وقتها مازلت مش حابلة عليك. بعد بشهر أنا مازلت نعمل في الكنترول حبلت حبلت ببنتي كي حبلت ببنتي هما حاسينها اللي يخطر علي خاطر ما نجمش نحبل بالمرارة المرارة متاعي معبية برشا ما نمش فايقة اللي عايشك حبلت ببنتي وصلت للخامس وقتها في رمضان شدني كريز ليلة 27 شدني كريز كبير هو وقتها تحت بينا مشيت الكهرباء ومشيت الفلوس بقيت انا نخدم وهو هكاك يلقط شوي طحتش انا مرضت واحنا كريم 380
انا وقتها تحت لي الحجره من المراره تحت لي في المجره نتاع الكبده وانا حبله في الخامس عليك حبله في الخامس جرف فيا ريت مطيشه في القاعه في الرابطه مطيشه وقف معاك معنوين لا وقف معاك هو في كرقت المره الاولى وقف معي وقت عنده الفلوس عنده وقتها يجيني اي وقت يجيب لي شنو نحب المره الاخرانيه وقتها طايحه بيه ما عندوش اي معنوي ما خلانيش لا لا ما خلانيش معايا اه يرحم والدي معايا وحتى دارنا كي جاو شافوها كيكه معناها اكا حدهم عليك فاش كي لبس عليه ويجي البلاد بالكهرباء غاضهم كاكاو سبحان الله غاضهم وهو وقتها تحت بيه رقدتش انا بقيت شهر 20 يوم في الريال في الرابط هزوني النابل عملت جبدوا لي الحجره على فمي مجرى نتاع الكبد خاطر ما حبوش البيبي يموت معناها خافوا على الطفل في الخمسه شهور انا كي مرضت و وعمي في بن عروس قال لهم يجيبها خل ترتاح بحذانا شوي شاير اثنين خل عنوها معناها رجلها ما عندوش تو ما عندوش باش يشري لها ايه طاحت بيه الوقت هذاك بدا يبيع في الدبش ما عندوش خدمه وقتها دارهم ماهوش يحكي ويا ما عندوش ما ياكل دار على الدبش بدا يبيع فيه بقيت انا شهر ونص في بن عروس ولا شهرين رجعت الحاجات الأساسية مشيت بيت النوم الصالة غسالة مشيت هذه الدبش نتاع العرس على العرس هذا هذا مشيهم روحت ما لقيت شيء اه ما لقيت شيء غاضتني الحكاية أما كي شفت حالته وكيك غاضني هو أكثر ميسالش قلت تو نخدم ونعاودوا ربي يعوض ربي يعوض وقتها أنا كنت ثلاثة شهور يبيعها مش عمل بهم ياكل بهم ويشرب حاجات أخرى شنو حاجات أخرى؟ هذيك المكتبة ولا شنو نحكوا عليها اه به به مكتب. مطالعة هو كي طاحت بيه ولا يشرب ولا يعارك 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 انا ما عارف يرجع على روحه كي شكل من اشكال التصعيد والهروب رجعنا لدارهم قلت فك علينا من الكرين نرجعوا لداركم نحن فاتتك بالحديث ملي عرسوا قلنا لهم دار بابا فارغه اخواتي كل عرسوا كل واحد بداره والحمد لله دار بابا فارغه قال لك انا ما نسكنش في دار عربي هي عش بيه دار عربي وقديمة حب عرايس زعمة في كي بدأت تتيح بيه يا ولدي أخلط علي قعد وخلي فليسات كومشي هكا الدار ليك راه ما نمشيوش احنا جملة ما حبش للي بعد باش للي ما عادش فما فلوس ولا رجعوا لدارنا ساكنوا في دار بابا رجعتوا سكنتوا في دار الوالد رجعنا هكيك بشوية دبش مشيت دبش لبيكم باه وين وصلت الامور طبعا رجعنا لدارهم انا قريب نولد مشى اخويا دبر له خدمه في جمارت نتاع واحد لهيله بالثانيه ولا كيفاش واحد لهيله بالثانيه ولا كيفاش دبر له اخويا قال له تجي قلت له تعرفش كيفاش احنا هنا خاطريت انا حشمت دبش يتباعوا انا في الحومه يعرفوهم الكل باش تجي الناس الكل تهني وباش نولد على شنو باش يهنون حشمت ما نجمتش نواجه العباد هكا قلت له نمشوا مشيت معاها الجمارت خدمنا شهري ولدت انا ولدت بنتي بقيت شهر غادي يا اخي جاتني امي قالت لي هاي تروح معي ماك تعرف عادات نفسك وندرشنو مريضه وكل شيء هزتني بقيت شهرين رجعت لقيته بطل الخدمه كلمني قال لي ما غير ما تجي راني بطلت الخدمه وانا ما عنديش ما ناكل وما نجمش نعيشك لا انت لا الطفله ابقي عند بوك بقيت من نوفمبر لمارس رجع لدارهم جاب الدبش ورجع لدار بعد ما مشينا القمرت هذا دار بابا دار ابو رجعنا الحق نتاع ربي اخته وقفت معانا احنا رجعنا في مارس وجات الكورونا سكروا علينا شهر اشهر ناكل ونشرب من عندها هي كل يوم قفه و20 دينار والله يعطيه الصحه ملا مراه يرحم والدي والله محلاها ما عنديش مزيه بالاخص الاخوه حتى كي تيح يزمك تهزو حاجه ما نعرفش وانا غلطت معاها تعاركنا وغلطت معاه صحيت لا محالة واحد يطلب السماح خاطر واحد كيتيح بيه يعرف شكون وقف معاه انت غلطت في حق غلطت انا استعرف اليوم واسع غد وذيق يستعرف واحد وقفت معايا شهر كامل ناكل ونشرب وكل يوم 20 دينار اللهم باش ناخذوا بها حلو حاجه وفاتش جاي تخلي شرب ذا احمدتي عندها توقف فيكم في الحلو زاد كل شيء يرحم والدي غلطة في حقها يرحم والدي وتحلي وتصرف شوش حكايتكم انتم تتعدوا بحول الله مثل ما كان خير اما الحكايه الاقوى اللي مستمتعين بها الساده المشاهدين راهو نفرحوا ياسك تجينا مراكمه هذه راهو ثم ميساج كبير برشا
سلفتي عملت لي لوزتي عملت لي هاي خبطت لي هاي سرقت لي هاي فكت لي هاي دنت لي هاي بعجتني هاي غدرتني هاي قدت لي كل ها كبرت نفوسها اخويا قينا سحر تحت الواحد قينا سحر فوق الواحد قينا سحر في الواحد كل مره كذا هي كي تجينا مراه كيما هذه واقفه مع مرت خوها مرت خوها مش خوها انت مستني اخوك الواش ما اخويا كي طاحت بيه وما عادش مشى وقال ما عادش راجع وين مشى انا خذيت له زوز قروض ب 5 ملايين ونص كي طاحت بيه كي عطاتني حماتي الحانوت حلت لي جابت لي بالتين فري بديت نخدم بها وهما قعدوا ما عندهمش يا اخي ايش هذه المره هذيك العاده اي ايش باش نعملوا لهم قعدت انا وامي نخمو ايش نعملوا لهم وقت كورونا والدنيا ديما بدات تحل الكورونا اكاهو اي فكره نحن بابا عنده زوز حوانت واحد ماخذوا خويا الكبير حلو عطريه مرته وهذه قلت لها نعطيوها الحانوت الاخرى هبط لها زوز باليت من الفريب هبطت ما شاء الله ولات تخدم تخدم حومة عربي ومعروفة وهي معروفة باسمنا نحن خاطر نحن قدم ويقدرونا ويحبوا بابا وامي على اسم امي بركة وبابا حتى اخويا كي يغلط بعد ساعات من الجيران على خاطر عم مصطفى يرحمه فهمت ما يكلموهوش حتى يبدا يخلوط خدموا لباس الحمد لله خدموا البالتين وزادوا جابوا زادوا جابوا ما شاء الله مشيت الامور اي مشيت الامور هو مشكلته كي نتعارك انا وياه يفك مفتاح الحانوت اي خدمنا الاخر الصيف لاباس امورنا واضحه شنو يفك مفتاح الحانوت وياه نفك مفتاح الحانوت نخدم انا نخرج انت يدخل فيه هو يدخل فيه. هو يخدم نقول له امشي راي الحانوت الفريب ما دام هي مع بنسيز تقعد فيها المراه امشي انت دبر خدمه ابعد من قدامها هو لا يحب يشدها انسى ما تحبش تدخل للفريب تقول لك لا تحبها هي ما حدش حانوت الفريب انا باش نرجع لمال زيد زيديني باليت يحشم مشيت خدمت فيه مع والباله بقداش الباله خذيت لها المره الاولى باله ب 360 سوبر والاخرى ب 250 قلت انا خلت ابدا بالباهي باش خاطر يبدا بالحاجه الباهي يقعد باهي صحيح فهمت الباهي ديما يقعد باهي تبدا مضعضع ديما يغزرك لي انت مضعضع حتى يتعداو ما يطلوش عليك حكم محليها امال هكا هو بدا عيطوا له الواش سي عادل خنكمل لك مازلت ما كملتش كمل لي انا دخلتش نخدم 5 شهور المعمل عاودت رجعت وانا مريضه انا خاطر سكر ودم لطفل. ومراره عشان دخلتش نخدم 5 شهور نخدم انا هو باقي في الدار هذاك الكل ما قلتش نوكل ونشرب ويتكيف باه الحاجات الاخرى نحا خاطر ما عندوش ما عندوش نوكل ونشرب وزيد دخانه المراه جارتي مكلمتها يجيك اعطيه انا نتقبل وصلنا فيفري انا ما عادش خاطر بالرسمي بدلي ما حش ما نش نعلم تعرف انت المعامل وهي في الوقت هذاك اونسان مره اخرى وانا حبلت مره اخرى في وقتش قال لي الفا هاي ناخذ قروض هو ما ماخذ بال وما هوش مكمل مخلص ريشيرشي معناه ما هوش مكمل خذ لي انت قرض خلص هو اشتر وقعد شويه خذيت فمك الجمعيات هذيك مغرم نذكر اسامي خذيت 3.5 وهو معناه فما زاده في المعتمديه وقت انا ماشي بين مش ناخذ المعتمديه من زوز ملايين دبش ما خديتهمش فلوس الكل في الكل قريب الستة خذيتهم بون الاربع شهور الاولى مشينا نخدموا لاباس نخدموا خلصوا في قرنا ناكلوا ونشربوا انا وياهم عنا صغيرتنا لاباس اله الله سيدنا محمد رسول الله كيفاش يا ربي ما حبلتش انا كي نحبل نمرض ودم وسكر وربي وذاك نزرق في الانسولين انا نورمال طور راني نزرق انا لا نداوي لا طليت لا شفت لطف عليك حبلتش انا ولينا في روس بعضنا من رمضان ورد جاي الكلام الخايب نبزيت قدام نساء برا يبخصني قدام العباد نسكت ما نجمش رجعت لي غصه هنا نبدا نعمل هكا امي تقول له ما عادش تنبزها قدام نساء ابعد من قدام وجه المراه ما عادش تدلها وجهها متغشى فيد اخرج خليها خليها صاحت عيط ما تكلمهاش المراه تتوحى اما ليله كي خدمت شويه الفريب قال لي نحل واحد ملاوي خاطر احنا دارنا تحل هكا وهكا دار بابا عشيرتين ما لقيتش مراه تخدم انا حبله في السادس وشفت سخانة عمناول انت سيف عمناولك السخانة نخدم وحدي في الملاوي ريت سقية هك هك تصور انت وقت عبلة في السادس ودم وسكر مرارة ومثالش خليني خليني نعاود نقوم على ساقي فما ليلة كملت سكرت الحانوت ونسيق احنا دارنا الدار بالطول
وهو في الاخر مغادي في الاخر وسطيه ظالمه شوي سايقها فيلو انا حبله شرب بشرب انا نسيق وسيرحه ونخمم وهو فجعني تصور كيف جعني طلعت للسماء وطحت جارتي البرة تسمع فيه جيتني مسكينه حشمت باش تقول لعبيد راه راجلها فجعها وياك قلت لهم راهي عفست على وزغه ما نجمتش تحكي جارتي مسكينه الله يرحم والدها قلت لهم عفست على وزغه راهي تفجعت خرجش عمال مش انا سكت ما نجمتش نحكي قدام لعبيد قال لي تخافي انت هو على فكره يضحك علي خاطر انا نحكي بالقي هو يحكي بالقاء زعما زعما انت لوطه احنا نحكوا لفوق هذا كل من بعد مش من الاول قال لي تخافي تخافي خي انت عايشه مع الذيوبه تصور انت وكنت سيبا ومين عرفت شني عزيت انا من داخل سمعت عايش مع الذيوبه معناها كي تسكني في الريف خنتي جبتك من الريف عايشة مع الذيوبة عرفت عصيت الدنيا الدور بي ما نجمش نجيبه إيه تتحس تتحس تجرح حقيقة ليه هو لا هي كلمة ما تتقالش اسمعني ما تتقالش هي تمني يا ناس عاشت بين الذيوبة علاش يا اخي في النازل احنا اصلنا الاصيل من الكيف امي من الكيف احنا مولودين اي في تونس مولودين هنا وكبرنا هنا لكن امي من الكيف يعني من فرد بلاصه كمل شويه اللهجه ما هيش مشكله ما نبدلش انا لهجتي مش على خاطر خذيت اسمعني اختي نسمعك ثم ناس عايشين وسط الذيوب وعمرهم ما كانوا ذيوب وثم ناس عايشين وسط العقارب وعمرهم لا تعقربوا وثم ناس عايشين في وسط الضبوع والنهار ثمني ولا كانوا ضبوع سيوده سيودة سيودة انت تو مرأة ذكرى بسم الله ما شاء الله تيك تخدمي كذا وتهز على كتافك وهذه زادة كيف كيف وهذه هو وينه طوى السيد عرفش لحكي لك لا 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 عطيني لا لا ميت صغيري في كرسي لا لا ضربني لا لا لحظة ضربك طيحك صغيرك وشكيت بيها ما شكيتش بيه صحيتي كيف لا انا شكي بيه لا شوف اخته يا اخي مشيت بعتني ليه اي خطر حق هذا عنف العنف ممنوع انا راني مش باش ندخلو للحبس قلت لها ماكي يعمل التزام المره الجايه يقرا حسابه قبل ما يكلمك به هو وين توا انا مات صغير علاش جيتو توا خاطر ما فماش عنده هي مايكي مات الصغير وجات نفست وجات امها زتها للبلاد على اساس الدنيا مضعضعه ما عندهاش قالت نفسها في داري كمل بيع وخلى الدار سقف وقع وكلم امي في التليفون قال لها ها وينك باش نخلي لك المفتاح نتاع الدار وما عادش تروج قولوا كان لقيناه اليوم علاش باش نقول له انا عيطت له تو هو علاش تو هو كان السبب باش ما خذها في زوز قروض من الولايه ومن وحده اخرى وهي ما حبتش قال لها ليه ناخذوه ونقفوا على ساقينا كي هي وافقت علاش خاطر هي عندها شهادتها ماكش فهمتني ماكش اي خذت القرض هي ما هي خذت له القرض بس ما هي راه حتى في الصدافه ربو خلاني ربو خلاها هي باش تخلص هي دارت منا دارت منا دارت منا ما ولات شي ناس تدق عيط له باش يجي مش خاطر مكنها في القرض وهربو خلاها يقعدوا مع بعض انت تحب تطلق انت هربت تحب تطلق معناها كي هربت معاش حاجتك بيا نجيب رجله ايجا نطلق اما القرض خذيته انا وياك تخلصوا معاه أي. وبنتك تصرف عليه مش ترميها على حماتها اي ما يخليهاش هكاك وحدها تاخذ انا باش نقول ارجع لمرتك وبنتك يا ديني ما دام خديتوا القرض ما وهزوا القفه مع بعضكم علاش هكيكا والطفله وعلاش الطفله تو قال لك في الحومه الرجال الكل يجيو هكا يعرضوا صغارهم وهي توخر تالي تقول لها وانا وين وعادي كلهم يجريوا يلعبوا بابا بابا انتم فهمتوا ولا في بالكم اللي اخته هذيا كان نجم يطيشوها العائله قال نجم دخلنا فيك ليه ما نطيشوهاش خاطر لا مش انت حشاك موجوده في الدنيا يا بارك كسر راسك معاه قال لك اش مدخلني انا خويا ما تهمتوش ويخرجوك سارقه اكثر وهو ما وخذ لها يتحمل مسؤوليته كيفها كيفه ما يخليهاش عدا ما يخلينيش هكاك يخلص معاها القرض علاش هكاك يخليها هكاك المراه بنتي في البطحه قلتي بنتي خليها هكاك بنتي في البطحه تدعم مع الصغار كل واحد يمشي لباباتو ماما باباتي الكل عنده باباتي كان بنت خويا يمدوا لها في باكو حليب وياغورت ما يساعدنيش زعما ابوها قلت لها انا ما عادش تاخذ ما عند حتى جاره انا مش مخليتها علاش تمد البنت خويا انا بنت خويا مش مخليتها نقص حتى شيء وما نخليهاش نقص حتى شيء لا هي لا امها فهمتني وانا عندي طفله واحده خرجت بها من الدنيا بنت خويا الثانيه انا امي لا نخليها وهي لا نخليها وبنتي لا نخليها العمه هذه عمه ملا عمه ما بحبش فيها دقة الشوكة انا
نحب وجهي تحمل مسؤوليته ويا تجيني مادام كنت قدمت وصدمت وخذيت بنت الناس فوق من هذا قلت لها خذ لي قرض خذيت القرض هكا هو تتحمل مسؤوليتك مش هي وحدها في الواجهه علاه تخلي فيها تجي دارنا ولا تهرب لداري اللي عبد الكل تدق عليها العطار خلنا نعيطوا له كان جا خلنا نعيطوا له كان ان شاء الله يجي ويجي ربي ان شاء الله ان شاء الله نستقبله ان شاء الله كان جا عادل